يكون حل ممكن للقمامة العضوية جزء من الحل، ولكن بضوابط. واحنا قبل كده على فكرة عملنا إعداد للضوابط اللي خاصة بمزارع الخنازير، وعندنا الضوابط دي يعني ممكن تتفتح تاني وترجع المزارع بس بضوابط معينة، تمام؟ لأن هي دلوقتي لسه في بعض المزارع موجودة ولكن بشكل عشوائي برضه، ما زالت موجودة هي لم يقبض عليها تماما يعني لسه فيه، بس ليها ضوابط. بس ده مش الحل لوحده، لأن دلوقتي أنا عندي مشروعات تدوير قمامة بتتعامل على المخلفات العضويه زي البايو جاز او اللي هو التخمر الهوائي، بياخد القمامه العضويه جزء المكون العضوي من المخلفات وبيشتغل عليه وبيطلع غاز وبيطلع كهرباء. قد يكون ده بديل مثالي جدا ان احنا عشان عندنا مشكله في المخلفات العضويه ان احنا نبدا في كل محافظه يكون في نموذج لبايو جاز موجود، ان هو بياخد القمامه الجزء العضوي منها يتعمل في جنب المقالب اللي موجوده، وده ممكن يساعد جدا ان احنا نتخلص من القمامه العضويه غير حاجه غير الخنازير. واحنا دلوقتي بنشجع مشروعات التدوير الخنازير تكون الفايده اكبر، لان طبعا ده مشروع بيطلع سماد عضوي وبيطلع كهرباء وممكن يدي ويمد مصانع جنبه، وممكن ان هو يحل مشكله ممكن ساعات في قريه لو فيها مثلا نقص في الطاقه، وممكن يمد المصانع اللي حواليه، فهو له الحقيقه مزايا متعدده. والتكنولوجيا بتاعه البايو جاز احنا دايما بنرشحها لان هي منخفضه التكاليف من حيث التكلفه الراسماليه، فبالتالي فتره السداد بتاعتها ما بتبقاش طويله، مش 20 و25 سنه زي المشروعات التدوير الكبيره، لا بتتراوح ما بين 7 لـ9 سنين. فعشان كده احنا بنشوفها ان هي ممكن تبقى حل كويس جدا للقمامه العضويه. خلينا نشوف دلوقتي ده كانت المشكله اللي قبل كده واحنا شايفين الحل ايه. احنا دلوقتي برضو حاجه عندنا تانيه، موضوع كان سياسه الدفع على فاتوره الكهرباء. السياسه دي اغفلت حاجه وفي نفس الوقت اهتمت بحاجه، يعني في ابعاد اهتمت بيها وفي يعني ابعاد اخرى اغفلت. الابعاد اللي اهتمت بيها البعد الاجتماعي، لان هي الكهرباء بالشرايح، وبالتالي بقت فاتوره الكهرباء فاتوره القمامه على الكهرباء بالشرايح، فخدت في اعتبارها البعد الاجتماعي. لكن كان فيها مشكله، فيها ميزه تانية، جهاز تحصين وزاره الكهرباء ان هو جهاز كبير وفيه محصنين كتير، فبالتالي برضو ده اعفى المحافظات ان هي يكون عندها كوادر كتيره وموظفين يقوموا بالتحصين. دي كانت المزايا بتاعه ان تكون الفاتوره على الكهرباء. طب ايه العيوب على الناحيه الثانيه؟ العيوب ان المقاول ما ارتبطش بالخدمه خالص خالص. ده انا نزلت عملت تحقيق في الشارع مفيش، مش مرتبط بالخدمه نهائي، يعني ملوش دعوه بيجيبوا ناس يعملوهم من الاول وخلاص. الفلوس بتروح فين بالظبط كده؟ الحاجه الثانيه ان في ناس ادى الى ان ناس تعنتت وبقت ممكن ما تدفعش فاتوره الكهرباء نتيجه انها مش عايزه تدفع فاتوره الكهرباء. الفلوس بتاعت القمامة بتتلم بتروح فين؟ بتروح المفروض ان هي بتروح لوزارة الكهرباء، تمام؟ المفروض انها وزارة الكهرباء بتبدأ تديها للمحليات. الفكرة ان المحليات ما بتاخدش كل مستحقاتها من الكهرباء، لان بيكون في عجز عند الكهرباء نتيجة الناس اللي امتنعت عن دفع فواتير الكهرباء. طب ايه دور المحليات؟ فهتلاقي المحليات مديون، يعني الكهرباء المفروض هتلاقي مثلا محافظة الجيزة على سبيل المثال ليها 200 مليون جنيه لم يحصلوا عند الكهرباء. فما تنفق بيه على منظومه القمامه، ما عندهاش، ما حصلتش فلوسها، يعني ما حصلتش مقابل رسم النظافه اللي الناس دفعته، فبالتالي ما عندهاش موارد تدفع بيها. عندها معدات، طيب المعدات دي محتاجه صيانه، هتلاقي بند الصيانه اللي موجود في الموازنه منخفض. طب والناس اللي بتدفع وما بيجيلهاش خدمه برضه؟ والناس اللي بتدفع ما بيجيلهاش خدمه بالظبط. فاحنا قلنا عايزين نعمل ايه؟ في خطوط عريضه للخطه نتفق عليها، دي هتطبق على كل مستوى الجمهوريه. قبل ما نخش في دراسه حاله في خطوط عريضه بتطبق في كل اقطاب الجمهوريه. اول حاجه ان احنا نشجع جامع السكن، دي نمره واحد، ان احنا نرجع زي زمان عن طريق كل شركات. جامع السكن عن طريق شركات مصريه ولا عن طريق جميع القمامه بتوع زمان بتوع بيوتنا واحنا هم دولت اللي بقوا دلوقتي في شركات. الشركات المصريه اغلبها دلوقتي من متعهدين قمامه سابقين، لكن هم كانوا بيشتغلوا فتره طويله بشكل غير رسمي، بقوا دلوقتي في شكل شركات، انتظموا في شكل شركات، وبالتالي بداوا ياخدوا اعمال. فاحنا ايه الهدف دلوقتي؟ احنا مش بنعمل خطه اللي هي العبيصه اللي مش هنقدر يعني نعمل فيها حاجه، او اللي هي الخطط اللي نسمع عنها وما تتعملش. احنا الخطه ببساطه احنا بنرجع متعهد القمامه القديم، الراجل اللي بيطلع لحد البيت وياخد القمامه من حضرتك، وتبقي عارفة ميعاده وتبقي متضايقه لو يوم ما جاش وتلوميه تقول له امبارح ما جيتش ليه والكلام ده كله. هو العلاقه تاني بين المواطن وبين المتعهد دي عايزين نرجعها تاني، ويكون بعد فتره الدفع مباشره ليه. دلوقتي هو بيدفع على الكهرباء، انا بقول له دلوقتي انت لو دفعت على الكهرباء احنا بنعمل تعديل تشريعي دلوقتي ان تبقى الخدمه تاني ترجع بتدفع بشكل مباشر
للمتعاهد اللي بيقوم بعمليه النظافه او الشركه، سواء المتعاهد ده سواء بقى متعهدين افراد رجعنا لهم تاني التراخيص مع الهيئات او مع المحافظات، سواء كانوا متعهدين دولت خلال شركات، سواء كانوا جمعيات اهليه، في الاخر هم دولت اللي هم عارفين، هم اكتر ناس عارفين المحافظه موجودين فيها، هم اللي هيطلعوا لحد الساكن وياخدوا فلوسهم من الساكن بشكل مباشر. لكن انا هدفع دلوقتي كوزارة بيئة زي ما انا بعمل في الدابة عشان الساكن يشوف حاجة الاول، الساكن لازم اكسب ثقته الاول، يعني لازم يشوف الشارع نظيف تدي يدفع، لان هو اكيد نسي طبعا نسي، فانا عايزاه يشوف الشارع نظيف، يلاقي نظيف وكويس يبدا يقول انا مش قادر استغنى عن الوضع ده، فيبدا ان هو يشترك في ان هو يدفع. فانا بعمل ايه؟ تخرج تدريجي، لان مفيش دوله بتدعم منظومه كمان طول عمرها. هدفع الاول وبعدين لحد ما المواطن اكسب ثقته تاني، بعد كده هدفع نص القيمه، بعد كده هتخرج خالص وتبقى المنظومه ما بين. دي خطه جديده؟ دي الخطه. مقرر تنفيذها من امتى؟ احنا خلاص احنا بننفذها في امبابه. برافو. حاليا بنتكلم عن منظومه في الاسماعيليه. اه وعندنا بورسعيد.